مساء الخير يا حبايبي، مساء السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة عملنا بقى حلة محشي ورق عنب تستاهل بقكم يا حبايبي. عملتها عشان المحشي الورق العنب بلحمة، وحطينا في قاع الحلة ايه اللحمة الجميلة دي، شايفين الجمال والحلاوة وطعم بقى مش قادرة اوصف لكم. يلا نخش بقى ايه نعمل خلطتنا. انا جبت تقريبا نص كيلو لحمة وبصلة كبيرة فرمتها في الكبة، وهنحط بقى الحياء بتاعنا، معلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة ونص ملح، وحطيت تقريبا نص معلقة بهارات لحمة. هنقلب الخليط كله على بعضيه كده، عايزين نمزج كل الخليط ببعضيه. خلاص انا خلصتهم كده، وايه ونحضر حاجتنا ايه بره على الترابيزة. انا قلت ايه اولع اسلق ورق العنب على بال ما الايه اللحمه تتشرب بقى في الحياء. ولعت على الحله وحطيت حبه زيت في الميه، وهنبتدي بقى ايه نسلق ورق العنب. هسلق ربطه ربطه عشان ما تبرد لناش الميه. هما ورق العنب يدوبك يلون وبنشيل على طول. ايوه كده، هي كده قلبه شمال وقلبه يمين، هتلاقي ورق العنب ايه اتسلق على طول. هنشيل على طول اهو. محضره مصفى جنبي نصفي بيها. هنخش كده على تاني ربطه. جبت ورق العنب النبادي كان روعه. يلا احنا هنخلص الكميه بسرعه عشان ما نضايقكمش معانا. على طول كده على السريع، قلبه شمال وقلبه يمين، وايه ونشيل على طول. الورق العنب انا بعد ما بطلعه كده بنقعه شويه في ميه، وبعدين بصفيه بمصفى عشان لو في اي ترابه ولا اي حاجه تطلع منه. يعني بسيبه في الطبق بقى قيمه ايه نص ساعه كده ولا حاجه، ينزل اللي فيه، وبنوقف كمان الايه السليق بتاعه عشان ما يزيدش. خلاص احنا خلصنا كده، دي اخر واحده اهو. خلاص دول اخر حبة. خلاص انا برضو بنقعهم زي ما بقول لحضراتكم كده في المية، بوقف السليق عشان ما يزيدش، ومنها كمان ايه انقعهم لو فيها تراب ولا حاجة. انا نزلت بكوبايتين رز على اللحمة، كوبايتين رز الكبار. هلم بقى كل الرز كده في الايه في اللحمة اللي احنا حاطين لها بصل والحياء بتاعها، هلمهم مع بعضيهم كده. خلاص كله امتزج ببعضيه اهو، ونحشي قدام حضراتكم ايه كم واحده بس كده، واحنا هنحشي بقى ايه مع نفسنا. هنفرش الرز باللحمه كده في الورقه، ونلم شمال ويمين كده. ايوه كمان واحده. ايوه خلاص، هنعمل برضو واحده تاني. ايوه نلم كده. خلاص دي اخر واحده، واحنا بقى ايه نشتغل مع نفسنا. تمام كده. انا هخش بقى ايه اصدم اللحمه اللي هنحطها تحت ورق العنب. انا عندي حته دهنه ما لقيتش عند الجزار ليا، رحت جايبه دهنه. انا هي عشان متلجه قطعتها كده ايه حتت حتت ايه عشان تتسلي بسرعه. العين دي جنب البوتاجاز جنب الحنفيه ما نفعتش، رحت نقلتها على العين اللي جوه. انا عايزاهم بس يسلوا شويه، وبعدين هننزل باللحمه بتاعتنا. هنصدمها وش شمال وش يمين كده ونطلعها على طول. احنا عايزين بس الدهن ده ايه يسيح شويه يشغلنا. يلا طبخين النهارده بقى لحمه بلحمه يا حبايبي، ايه رايكم في الجمال ده؟ هنوسع كده عشان ايه نحط ايه نملى الجريل.
خلاص هي قربت تلون من الوش التاني، وكل مدى بقى الدهن بيسلي فبيشغلنا على طول بقى. انا معليه عشان من ايه اللحمه ما تنزلش الميه بتاعتها، احنا بنصدمها كده عشان ما تنزلش الميه ايه بتاعتها تحتفظ بيها. انا ما بحيقش خالص دلوقتي، هحيق لما اجي ايه ارصها في الحله، ولو حيقتها دلوقتي هتاخد سوا، فعلى ايه والملح كمان بيخليها ايه تنزل ميه، فاحنا مش عايزين ننزل ميتها. الدهن ابتدى يسيح ويشغلنا اهو، حلو كده. نطلع بقى، الله بقى حلو اللون الذهبي الجميل ده. الريحة في البيت كانت روعة. ايوه نكمل بقية الكمية بتاعتنا. خلاص احنا قربنا نخلص، خلاص اهو حلو قوي كده، هما اتصدموا شمال ويمين اهو. وطبعا هناخد اللية دي، مش الدهن دي مش هنرميه، هنحطه برضو في ايه في قاع الحلة. هننزل بقى باللحمة نرص بقى في قاع الحلة كده. ايوه نكمل بقية الكمية بتاعتنا كلها، عايزين نسوي كده عشان ايه القاع كله يتدارى. بس خلاص كده احنا ايه هنرش عليهم حبة ملح وحبة فلفل، ونبتدي بقى نرص ايه المحشي اللي ايه ورق العنب. عايزين يطلع بشكل جميل، وكمان الطعم كان اجمل يا حبايبي صدقوني. انا كنت غالية مية وحطيت ايه يدوبك على الصفين اللي تحت بس، لان مفيش رز كتير فمش هيشرب مية كتير، هم يدوبك صفين اتنين بس اللي تحت اللي هيحصلهم الايه المية. احنا لا مش هنحط بقى ماجي عند هو محشي بلحمة وكمان تحت وتحتيه لحمة، فمش هنحط. انا حطيت طبق كده عشان الورق ما يتفرتكش، ولعنا عليهم. اول ما الحلة بتغلي غلوتين كده بوطي عليها. المحشي بتاعنا استوى، وتعالوا نشوف بقى الدنيا فيها ايه. اوعى بقى، وسع للجمال ده، اوعى. حاجة روعة روعة، جمال جمال وتحفة تحفة تحفة، طعم وريحة ومش قادرة اوصف لكم يا حبايبي. ده كان الفيديو حبايبي بتاعنا النهاردة، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، وإلى اللقاء في فيديو قادم يا حبايبي. باي باي.